السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما عملنا أسهل دائرة انفرتر تقدر تاخد 12 فولت من البطارية تحولهم ل 220 كهرباء اي سي مش كهرباء دي سي، يعني الفولت الدي سي بيتحول معايا لكهرباء زي كهرباء المنزل بالظبط. هنا احنا كنا عاملينها الدائرة من 2 مصفت. هتكمل الفيديو معايا وهوضح لحضرتك بالرسم هتقدر تعملها ازاي، وكمان ايه البديل اللي ممكن نقول احنا وصلنا له جديد، وده الجديد في فيديو اليوم ان احنا هنغير المصفت والارقام بتاعته وهنحط نوع تاني علشان كل اخواتنا اللي كانوا بيعانوا من عدم توافر الارقام القديمة. نيجي هنا نجرب كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع ده كده الاول نشوف. انا ده ثابت كده عشان نشوف هيخرج معايا كام فولت. ونبدا ادي السالب، طرف السالب، طرف الموجب اهو في المنتصف هناخده هنا. هنوضح ده كله دلوقتي واحنا بنجمع الفكره من جديد. كده الكهرباء 200 وكام؟ 209. الكهرباء خارجه 209 من البطاريه الليثيوم ل 12 فولت. طب انا عندي بطاريه سياره، عندي بطاريه موتوسيكل، تقدر تشتغل بنفس الطريقه. انا عايز اقول لك ان الدائره دي اقتصاديه جدا وموفرة جدا في استهلاك البطارية، والدليل ان هي بتشتغل على بطاريات صغيرة زي ما انتم شايفين، ولو 3 بطاريات ليثيوم هتشتغل عليهم بدون اي مشاكل. طب نيجي بقى نجرب كده الاول قبل ما نشرح ونقول احنا عملناها ازاي والتعديل الجديد هيبقى عامل ايه. ادي لمبة 220، نبدأ نجرب الانارة بتاعتها ونشوف هتشتغل معايا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نوصل كده كده. ايوه طرف الموجب اهو، بسم الله ما شاء الله اهي شغالة معايا زي الفل. طيب نجرب برضو نشحن موبايل او نعمل اي حاجة تانية. هنوصل الشاحن بتاع الموبايل ونبدأ نشحن اي موبايل عايزين نشحنه، برضو مفيش مشاكل، سواء بقى موبايل من الكبير او موبايل من الصغير برضو هنجرب مع بعض. هذا الطرف السالب، انا بلمس السالب اهو وباخد الموجب من المنتصف بتاع السوكت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، كده الموبايل بيشحن اهو، جه للشحن بيشحن معايا اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو. تمام، يبقى انا هقدر من خلال الدائره البسيطه جدا دي اقدر اشحن موبايل، اقدر انور، اقدر اعمل اللي انا محتاجه في اطار قدره وتحمل الدائره اللي موجوده معايا. هنشوف بقى دلوقتي ازاي احنا نقدر نعمل البديل، وقدرنا نعملها باتنين مصفت تانيين مختلفين تماما عن الانواع القديمه. كده هنبدا نشرح مع بعض ازاي نعمل الدائره اللي موجوده معانا، وايه قيمه المقاومات اللي موجوده، وكم مقاومه موجودين، والرسم بتاعها او المخطط ماشي ازاي علشان اي حد عايز يعملها، وايه نوع المصفطات القديمه اللي اشتغلنا عليها من الاول، والمصفط الجديد الرقم الجديد اللي احنا جبناه حاليا. هنبدأ بقى نفك كل حاجة كده ونرجع من الأول، من أول نقطة الصفر، كأننا بالظبط جايين نتعلم وأول مرة نشوف الفيديو. لكن إخواتنا اللي شافوا الفيديو قبل كده يبقى أكيد لازم يتابع علشان يشوف إحنا جددنا إيه أو عدلنا إيه بالظبط. أنا عندي محول كهرباء 12012 ده موجود عند أي حد تقدر تجيبه، أو كمان إحنا بنقدر نعملهم ونلفهم على إيدينا عادي. ممكن اعمل لك حلقه ازاي تقدر تلفه وتجيب كل المكونات اللي موجوده معاك. هنا يفترض ان ده بيدخل 220 بيخرج لي هنا 12 فولت، وهنا 0 وهنا 12، او بيخرج لي 24 لما اشتغل على الاول والاخير، او اشتغل على اللي في النص واي واحد منهم بيديني 12. يبقى انا عارف ان ده 12012 اه مكتوب عليه 12012 220 فولت. هنا الزيرو ده الدخول وده الخروج، يبقى انا عايز محول نفس القيمه ونفس القدره من 10 امبير ل 20 امبير ل 50 امبير زي ما انت عايز. كل ما تعلى بالامبير كل ما يكون الكفاءه والقدره على تشغيل اجهزه اكتر تقدر تشغلها باستخدام المحول الامبير الاعلى. يبقى احنا كده عرفنا مبدئيا. انا بعيد الشرح من تاني علشان اي حد يقول لك ده مكرر، لا ده مش مكرر، لكن في ناس اخواتنا وحبايبنا انضموا للقناه جديد وحابين يعرفوا الفكرة دي يقدر يعملها ازاي. انا هنا في
الفيديو الاولاني اللي كنا عملناه قبل كده، استخدمت الاثنين مواصفات دول، زد 44 ان، زد 44 ان، تمام. في زيه كده بل اقوى منه شويه كمان، اللي هو ال 3205 يمشي، لكن في ناس كانت مش بتلاقي الحاجات دي. لكن انا دلوقتي جبت لك نوع مواصفات جديد خالص، هنشوف ايه هو وهنبدا نشتغل عليه. انا هنا جبت المواصفات ده اللي موجود معانا اهو، 16N50. نيجي بقى نشوف هنا المخطط ماشي ازاي. زي ما انتم شايفين ادي مقاومة 2 3 4، يبقى قلنا اربع مقاومات 330، وكمان عندي الاطراف بتاعت المحول دي اللي هشتغل عليها بعد ما اجمع التجمعة دي. طيب تقدر تاخد سكرين من المخطط اللي موجود قدامك وتبقى عارف هو اتعمل ازاي. اول رجل فيه المصفط، انا ثبتت المصفط ده اهو كده بالشكل ده كده، وجيت اشوف كده الرجل دي ماشيه ازاي. نفس التجميعه بالظبط على ال 3205 وعلى ال 44 ان، تمام. يبقى انا كده برضو امشي كده بالظبط، ادي اول طرف ماشي جاي رايح لفين، رايح لاول طرف في المصفط الثاني. بعد كده اول طرف من المصفط الثاني اتصل على اخر طرف بمقاومه، تمام. نيجي بقى للطرف اللي في المنتصف، وكمان الطرف ده اللي في الاول واخد مقاومه لاخر طرف، يعني نفس التوصيله دي بالظبط، ولكن انا عاملها في الرسمه. المقاومه جايه منين؟ جايه من هنا كده، بحيث تبقى متصله على اخر طرف في المصفط الاول. وبعد كده بتاخد اخر طرف الرجل الثالثه دي، بتاخدها بمقاومة على الطرف اللي في المنتصف. وبعد كده بناخد الطرف اللي في المنتصف ده نطلع بيه على 12، 12 ده 12 12 فولت، ده 12 بتاعت المحول. ناخد على الطرف ده مثلا أو الطرف ده مثلا، إحنا هنشتغل على الطرفين دول كده وهنلغي ده خالص، ده هيبقى للدخول. يبقى أنا هاخد الطرف ده على الطرف ده، الطرف اللي في المنتصف ده هيجي كده يروح على المحول. طب لو أنا جيت بقى رسمت كده المحول هنا في الرسمة دي، رسمت اطراف المحول، ادي طرف 2 3، دي الاطراف اللي خارجه من المحول اللي هم دول. هاخد اول طرف اهو، هاخد طرف زي كده يروح على دي، والطرف اللي في المنتصف هسيبه خالص، هاخد الثاني على 12 فولت. يبقى التجميعه دي بالظبط كده بنفس الشكل ده. طب الارض ده او السالب ده، الارض ده هيروح فين؟ الارض ده هيروح على ارضي البطاريه، على ارضي البطاريه. طب الموجب بتاع البطارية هيروح فين؟ قلنا إن الأرض هيجي على دي، والموجب هيجي على مين؟ على الطرف بتاع المحول. طب يلا نوصل على الطبيعة بقى كده ونشوف. آدي الدائرة اللي إحنا عملناها الجديدة باستخدام مصفط 16N50، هنبدأ نوصلها كده بالشكل ده. طبعًا قلنا إن ده السالب، الأرض إحنا مطلعينه أهو من المنتصف، من الجزء اللي في الأسفل. التوصيله دي نفس المخطط بالظبط، وهناخد بقى الطرفين اللي قلنا عليهم، ادي طرف هيروح لي المحول، والطرف الثاني هيجي برضو على ال 12 بتاع المحول. ادي الطرف الثاني برضو على ال 12 بتاع المحول. سهله جدا، طفل صغير يقدر يعملها، اي حد يقدر ينفذها يا جماعه بكل سهوله. طالما معاك المخطط ومعاك الرسمه وعارف نفسك هتعمل ايه، هتبقى سهله عليك. كده قلنا ادي الطرف ده هيبقى السالب بتاع البطاريه زي ما احنا عاملينه هنا، الارض وده هيبقى الموجب بتاع البطاريه اللي في المحول ده. طب نيجي كده نشوف، نوصل اللمبه كده تاني اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هل الدائره دي هتشتغل معايا زي التانيه ام لا. هنيجي هنا نوصل، ادي الطرف السالب، السالب هناخده على السالب السوكت خارج من البطاريه، والموجب هنوصله في المنتصف بتاع البطاريه كده. بسم الله ما شاء الله شغاله معايا اهي زي ما انتم شايفين، حاجه ممتاز اهو يا جماعه، شغل ونفصل بنفس الطريقه وبنفس الفكره كده. قدرنا نحول ل 12 ل 220 كهرباء اي سي زي ما انتم شايفين في الفيديو. دي ابسط طريقه ممكن تعملها تنور منها، تقدر اثناء انقطاع الكهرباء تشغل، تشحن الموبايل، تشغل راوتر، تشغل حاجات بسيطه عندك
برضو حاجة قيمة انك تعملها بأقل تكلفة ممكن تقدر تعملها، وادي المخطط تقدر تاخد منه سكرين وتقدر تعمله. اما اخواتنا اللي بيسألونا عن البطارية دي، بطارية ليثيوم، انا هنا مخرج منها طرفين، ولكن انا عامل تجميع علشان احب اشغل راوتر، اشغل اي حاجة هنا. السوكت ده علشان لما اعوز اشحنه باجيب شاحن بتاع اي ريسيفر او شحن الراوتر وبوصله هنا وبسيبه بيشحن البطارية. ده بالنسبة للي بيسألني عن البطارية. يا رب اكون قدرت اقدم لك حاجة مفيدة. يا رب ما تبخلش على اخوك بالدعم، وتعمل لايك وكمان تكتب تعليق تقول استمر، واحنا هنقدر نستمر. الناس اللي عايزة قدرة اعلى من الانفرتر يكتب اعمل قدرة اعلى، وانا هعمل لك اعلى قدرة ممكن تشوفها في السوق بفضل الله على قناتنا. بس ده هيبقى بناء على اهتمام كل المشاهدين المتابعين. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.